دائما رجعت فايدي قاعده ست في شيء صح. شوف شو منها طلع. عزف خفيف بدون عنف. زي ما بعرف اسمه ملاكم وش يسمونه؟ تايكوندو. زين عرفتي؟ بعض الاصبع ينزل لها بس بدون عنف، ما العنف. شنو اسمع اركان الصوت؟ هذا الوتر وهذا الوتر. لا أول شيء هذا. عرفني عليك بس أريد شوية اللياقة يعني لا 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 كابين لا. ما يروح يجي ولا يجي ما تعال تقول عاد شيء سيقول عشان تبتدي تصعدي معه عرفت شلون؟ بعد شو تبتدي تشغل بس نص نص كل خلص صح؟ نص نص وكل القرص هل تعرف شلون؟ لا عشي هذي صار نص ولا نص؟ لا 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 شوف صار نص نص يلا نجيب عرفتي هذا الدرس الجديد اخذتي ذاك الدرس هذا لازم مشهورة هي انت على ايش تسوي؟ تسفين بيد الشراخي على التراب زين؟ نعم جيب القوس خلي كمان ايوه بس اريد مفتاحها اي شيء اريد زين بعدين اسمي قوس اسفي زين بعد شطيت هيجي هسه اريد نص 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 هذا يسموه ليجاتو نص صوت شو صوت نص صوت ري نص لا لا نص كمل قوس عيد نص لا نص قوس ليش عالي حبيبي ما لك عالي ما نص قوس نص نص بس قوسي تصير زين حبيبي قوسي تصير زين عم نقدر ننزل اصابع لازم قوسي تصير زين
تندهي ابدا. وين البعثة وتطلع وينه؟ وتطلع وينه؟ وتطلع وينه؟ اي بس جي عفير عفير بس لا بس لا بوقي على بوقي على هيك التحية شوية. أيوة أها سهل وبدك عليه زين يلا جي أيوة ما أرجعي اسمع أول يلا يلا خلينا نرجع على كل كل أوكي هذا على زراعي نبدأ يعني هسه اول اصبع راح اتحركها على كل الاوتار عندك شوف مثل شوف شوف تبع العام بدايه لا تفيد شيء شوف ايش لو تعدي الف مثل ايوه عدل شوف كل شيء يصير لا ايش علي علي هذا هنا خلص لاصق على مود على مود بالتدبير على مود اللي يصير ناصر ولا عادي العزق هنا ايوه اوكي نعم عاش ايدك صادق كمان جزء صغير عاشت ايدك هاي بسيتو شكرا سعد بسيتو عمال بسيتو سبايا حبيبتي شكرا جزيلا شكرا سامح